السلام عليكم. احد المتابعين سألني هل نقدر نحن ننزل الاكسبنشن مال 3000 والجينس اللي نزلوا لل 3000 على الاي 5000؟ نعم تقدر تنزلهم على الاي 5000. انا رديت عليه ولكن الحين براويه بالطبيعه. هاي الاكسبنشن انا نزليتهم من الاي 3000 عن طريق الاكسبنشن مانجر الايجيبت لقاعة المصرية رقم 3 والتونسية رقم 2 واصوات الياماها بي اس ار 62 اللي هو اول كيبورد ياماها عربي نزل، وعندك العراقي وعندك المغربي والشامي. نسمع مثلا المصري بنفس المصاحبات ونفس كل شيء معاه. وتنتقل بالاصوات بعد بالاصوات. صنباطي صنباطي يعني كل الايقاعات تنتقل بالاصوات. عندك التونسي، نسمع التونسي، التونسي مجموعة التونسي. كل شيء العراقي موجود، عندك الهوا والجوبي والشعبي وهالامور كلها موجوده. عندك المغربي، تسمع المغربي، هذا المغربي مجموعه. عندك الشامي، اسمع الشامي، مثلا عندك القثفتي هذا. اعتقد هذا الحين وضحيت لك انك تقدر تنزل اي باقه تنزلها لياماها عن طريق الاكسبنشن مانجر البرنامج. تقدر تنزل اي باقه تنزل على اي كيبورد عربي وحتى لو كان غربي بعد عن طريق الاكسبنشن مانجر. تاخذ معلومات الكيبورد، يتعرف عليها الجهاز ويعرف عليها الايقاعات والاصوات كلها. شكرا.